أهلا وسهلا بيكم في قناة مجلة المجتمع الكنسي. موضوعنا النهاردة عن أول تعليق من القس باخوم بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص فتح الكنائس، وأيضا تنويه من دير الشهيد العظيم ماريمينا العجايبي من أحد الأشخاص. بس يا ريت كلنا قبل ما نسمع الفيديو بتاع النهاردة نشترك في القناة وندوس على زر الجرس علشان توصل لنا كل الفيديوهات الجديدة. حذر أبونا القس باخوم مكرم راعي كنيسة القديس ماري جرجس للأقباط الأرثوذكس بقرية القارة شمال محافظة إنا قائلا إن الشخص الذي يشعر بأي أعراض مرضية ليس من حقه دخول الكنيسة، وعليه أن يلتزم في عزل منزلي حتى لا يتسبب في انتشار العدوى. وأكد أن الشخص الذي يعرف جيدا بأن لديه أعراض مرضية ويأتي للكنيسة لا يأخذ بركة، ولكنه يرتكب خطية ويتسبب في إصابة الآخرين، لافتا إلى أنه سوف يحاسب أمام الله على هذه الخطية. وقد قال أبونا القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد قرار مجلس الوزراء بفتح الكنائس ابتداء من السبت القادم أن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني سوف تجتمع السبت المقبل لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بشأن فتح أبواب الكنائس لأداء القداسات وتعليق الصلوات الأسبوعية مثل قداسات الجمعة وقداسات الأحد، وإن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس سوف تأخذ القرارات المناسبة بشأن فتح أبواب الكنائس وعودة الصلاة بها وفقا لما قررته الحكومة. موضوعنا الثاني النهاردة تنويه من دير الشهيد العظيم ماريمينا العجايبي بمريوط. يحذر دير الشهيد العظيم ماريمينا العجايبي بصحراء مريوط من أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة أحد رهبان الدير ويتواصل مع بعض الناس بغرض طلب مساعدات بزعم إنها للدير، ويحذر الدير من التعامل معه في أي شيء يخص الدير. وننوه أيضا إلى أن الدير لم يكلف أي شخص بطلب مساعدات لصالحه بأي شكل أو تحت أي مسمى. يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 17 بقونا 1736 للشهداء.